على غرار المجتمع الدولي، فإن تشاد تحتفل بالأسبوع العالمي للأمم المتحدة من أجل السلامة وأمن المرور، حيث تكرست في هذا الأسبوع عملية الحفاظ والعناية بالطرق، كما أن هذا الأسبوع يعتبر من الاحتفالات الرسمية للأمم المتحدة بهدف تشجيع الحكومات والمنظمات الغير حكومية في العالم للاحتفال به كل عام. وإن الهدف من هذا الأسبوع العالمي إعطاء أولوية للمعاهدات السياسية على المستوى الوطني والمحلي وتحديد سرعة الحركة المرورية في الوسط الحضري إلى 30 كيلومترا في الساعة، والبحث عن دعم في المستوى المحلي لصالح هذا الحد لجعل المدن آمنة ونظيفة مع مراعاة احترام البيئة، وكذا وضع خطة عالمية للعمل من أجل السلامة المرورية للعام 2021-2030، واجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2022. من الأساس الكفاح ضد خطورة الوفيات خلال الحركة المرورية، وأن السياسات ستهاجم تأثير الاستعمال السيء للطرق الذي يخل بالبيئة والنقل الآمن والمستدام والشامل، كما سيفتح فرصا للمساواة بين الجنسين. في تشاد أن مسألة أمن الطرق تعد من الأولويات والحمى الدائم للسلطات العليا، وعليه فقد أسست وزارة النقل وأمن الطرق بهدف تقليل عدد الوفيات والمصابين والمعاقين بسبب الحوادث المرورية.